يقول في رسالته يسأل عن الحج، يقول أديت فريضة الحج مع جماعة من في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة، وعند الإحرام قال قائل لنا إن أننه كالتالي: اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة. وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن من حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة، وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطفنا طواف الإفاضة، ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطفنا طواف الوداع، ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث أننا من المقيمين في الرياض. والسؤال هنا: هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدي حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟ في الحقيقة هو يسأل سؤال، ولدى عرضه رسالته هناك عدة تبرز لنا كونه، وقد سمعتموها، كونه طافوا بعد إحرامنا قبل أن يذهبوا عرفة، فما الإجابة على الحمد لله هذه قضية التي وقعت منهم. أما عمرتهم فصح، نعم، لا غبار عليها لأنها على الوجه المنى. وأما حجهم فهم أحرموا من منى، نعم، ولا حرج عليهم في الإحرام، لكنهم طافوا وسعوا، ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي. إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين، مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد. نعم، طواف الإفاضة. نعم. فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين، لأنهما وقعا في غير محلهما. نعم. إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيين. ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج، فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم. نعم. وبقي عليهم أيضا الهدي، هدي التمتع، فإنهم لم يذبحوه، والواجب أن يذبح في أيام التشريق، في يوم العيد أو أيام التشريق، وفي مكة في الحرم. نعم. وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم المستطيع منه، ومن لم يستطع فليصم 10 أيام. نعم. ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم. نعم. هم في الحقيقة يقولون أنهم اعتمدوا على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد العزيز بن باز، وذكروا بعض الصفحات، لكن في الحقيقة لو اعتمدوا على الله عز وجل ثم على هذا الكتاب لوفقوا في تأدية الحج، لكنهم لم يفهموا، ويقولون أننا اعتمدنا أيضا على شيخ سوري التقينا به وهو الذي أملى علينا هذا. على كل حال يظهر إذا كانوا مصطحبين لكتاب التحقيق والإيضاح أنهم لم يفهموه. نعم نعم. ولو فهموه لكان عملهم مطابقا للصواب. نعم.